متابعي راديو صوت من زبوريبة، تحية طيبة. يسرنا أن نكون معنا كضيف في الحلقة الثانية من برنامج حديث المدينة السيد بشير الصحباني الكاتب العام لاتحاد الجيوي للشغل بابن زرد، لنتناول معه آخر أخبار بحضور كل الأطراف من ممثلين عن الحكومة، ممثلين عن النقابات الأساسية لمجمع جيل جروب، المؤثرين من طرف وفد من الاتحاد العام للتونسي للشغل ومستخدم الإداري عام. كل هذا وعديد التساؤلات حول الوضع النقابي الاجتماعي. أول مرة حلول ومعاش نحكو فكر الافتراضي، ثم حل متمثل في ثم عرض نتاع المستثمر موجود هو بطبيعته في جهتنا في جهة بنزرت، ومازلنا نناقشوا احنا في الجوانب الاجتماعية اللي تخص بالعمال خاصة. سي بشير، البعض يعتبر ان الطرف الحكومي تعامل مع هذا الملف بشيء من التراخي وعدم اخذ الامور بجدية لازمة، مما زاد في تأزم الوضع خاصة في بداية الأزمة. في بداية الأزمة احنا الأزمة انطلقت هي في 10 جويلية، ومن نهار الاول احنا طلبنا الحكومه قلنا تعمل تعيين متصرف قضائي باش ينجم يشوف الامور الماليه والديون نتاع الشركه ويقترح حلول ويتمكن ياخذ ملف في يده، ولكن ربي يهدي ضيعنا برشا وقت، فهمتي، اكثر من توا 5 شهور، فهمتي، وال5 شهور ما تعدوش هذوم بالسهل، تعدوا فيهم صعوبات كبيره وفيهم تجهيزات كبيره وفي معاناه كبيره خاصه العائلات والعمال هذوم. والحل اللي مشينا فيه واللي مشات فيه الحكومه من الاول هو حل خاطئ بالكل، فهمتي، لانه توا ما كانش ضيع برشا وقت وتكلف برشا بالنسبه للخدام هذوم، وحتى بالنسبه للدوله تكلف زاده. سي بشير، بالتسريبات هذه استعمل ان المستثمر الجديد اللي هو الايطالي بالطبع عبر على انتداب سوى 1300 عمل، هل هناك خطه او برنامج عمل مشترك بين كل هذه الاطراف لتفعيل هذه العمليه؟ احنا لاول مره كما قلت معناها انه يصير حلحله نتاع المشكله وتصير نقاشات حول مسائل جديه يعني تتعلق بالخدامه. يبدو انه تعرفوا انه ملف تحال يعني عند مصفي، ومصفي هذا كان عنده معناها عنده حلول متمثله في ثلاثه حلول فقط، اما مش ينقذ الشركه والا يعلن افلاسها او يحيلها للغير. يعني احنا توا في الوضعيه معناها من الاول رفضنا نحن انه تصير افلاس، اعلان افلاس الشركه، لانه العدد الكبير ياسر الخدامه، والعرض المتقدم لنا تو فعلا فيه 1300 خدام، ولكن نحن مازلنا نناقشوا فيه، يعني ما ثم حتى اتفاق لحد الان تمضى ما بين الاتحاد وما بين الحكومه ولا ما بين المشغل هذا الجديد. طرح علينا مبدا قبول 1300 عامل مع 300 عامل اخرين يتم تدابهم في مرحله ثانيه في ظرف 6 شهور، وهو العرض ما فيش كان هذا فقط، فيه عدد جوانب، يعني ما ثمش حتى مساله تتعلق بالخدامه ما ناقشناهاش، فهمتي، تحب نحكوا عليها نقطه نقطه؟ مرحبا. طبعا تفضل اذا تعطي توضيح للسيد المتابعين. تعطينا التوضيحات. اول حاجه نحكي على العدد تاع الخدامه. اول حاجه يلزم يفهموا الخيان الخدامه هذم او حتى من غير خدامه من الراي العام والا من الخيان من الصحافه ومن غيرهم، انه احنا في وضعيه نتاع انقاذ الشركه مش شركه تخدم، معناها احنا مش يتم التسريح. احنا العرض نتاع نعرف احنا انه حتى شيء لا يعوض الشغل، واضطرينا نقبلوا ان نحكوا على التسريح نتاع العمال لانه ما فيش حتى حلول اخرى، ولانقاذ المؤسسه وهي مؤسسه متوقفه على النشاط نتاعها قبلنا حلول اخرى. الحلول هذه متمثله، اول حاجه يلزم نلقوا حل الساعه للعمال لاعاده نشاط المؤسسه لانقاذها. الحاجة الثانية هو أنه نلقوا حل زاد أيضا في بالنسبة للخدامة اللي مش تم التسريح نتاعهم شو حقوقهم، ونلقوا حل أيضا للخدامة اللي تم تسريحهم في فترة سابقة وما خذوش مستحقها نتاعهم، فهمتي، وكذلك نلقوا حل بالنسبة للخدامة اللي هما قراب للسن التقاعد باش نقولهم حل، وكذلك نلقوا حل الخدامة اللي وصلوا يخدموا تو خاصة الحراس والمستحقات القديمة المتخلدة بالشركة والكل. إذا يعني الحل هو باكي كامل، فهمتي، حاولنا باش نناقشوا فيه الجوانب الاجتماعية
ونظموا فيه أقصى ما يمكن من الحقوق، فهمتي؟ وكما قلت أنه تحب نحلو نقطة نقطة، نبدو صعب الواحدة في البداية هو كان يقبل 1300 خدام فقط. احنا قلنا مزبورقيبة تعيش بطالة، فهمتي، وتعيش تهميش وتعيش، فهمتي، معناها أنا نسميها، لأن أنا نسكن في مزبورقيبة، نسميها أنه مدينة، أصبحت مدينة أشباح ومدينة بؤس، فهمتي، لأنه ثم مؤسسات كبرى في مزبورقيبة كانت تشغل أكثر ما يمكن. المحور هذا يخص مزبورقيبة لاحقاً. نحب نقول أنه الأزمة تاع جال جروب مزيد تيل بلة وتزيد تكثر البطالة، وما تعرفوا ما يسحبوا البطالة، والتهميش من مسائل أخرى تتعلق بالأمور الاجتماعية وتتعلق بالواحد. دونك مشاو معانا أنهم يقبلوا 300 خدام إضافيين، ومشاو معانا أنه الخدام هذم يتم قبولهم بمستحقات نتاعهم، يعني ما يبداش الخدام جديد، يعني كأنه مش يقعد تداب جديد، لا، مش تم المحافظة على مستحقات نتاعهم، يعني نحكي أنا على المنح نتاعهم والأقدمية والأجرة والترسيم، دونك باش يتم الطلب نتاعنا، وهم مبدئيين موافقين، لكن احنا مازلنا ما عندنا حتى شيء، انهم الخدام هذوما يتم القبول نتاعهم وهم مترسمين ومحافظين الاقدميه نتاعهم، باش معناها ما يصيرش من بعد الحقوق. و300 خدام اخرين كان الشركه مازالت عارضه، مازالت في محل نقاش، راه باش معناها الاخيان المستمعين نتاع الاذاعه ما يصيرش عندهم لبس. 300 خدام اخرين كيف زاد باش يتم قبولهم، هو يقول راني انا في ظرف عامين مش ولي نشغل 2500، ونحن نعملوا هذا، ولكن احنا على الاقل الخدام هذم يتم قبولهم مع المحافظه المكتسبه تاعهم، باش يصير ضمان للشغل وما يصيرش زاد من بعد التفاف حول الاتفاق. في اللي يخص النقطه الثانيه هي عمليه التسريح. صح، التسريح مش يتم تسريح بالإحالة للتقاعد، تبقى الارتيكل 21 نتاع مجال الشغل، انه حالة طرد لاسباب اقتصاديه، ولكن زاد يفهموا زاد الخيال الخدام ان احنا ماناش في حال طرد ومعمل او فونكسيونمون، يعني هو في حاله نشاط، بل المعمل هو متوقف على النشاط. الانتاج فما يمكن حسب التقييم الاول، ان الارقام زاد نتاع الملفات متعرفوا اداره خرجت لروحها، دونك الملفات ما تحسوا عليها كان بسيدي وسيدك، معناها بصعوبات كبيره. ثم قرابه 200 خدام قراب للريتريت، هذو مش تم الاحاله نتاعهم للتقاعد، وكي مش تحلوا التقاعد مش ياخذوا مستحقات ويبقوا مستحقات. القانون يقول هو 6 اجور، لكن احنا نتفاوضوا باش نمكنهم اكثر من 6 اجور، والخدام لازم يعمل بوانتاج ويدير الشغل مده 6 شهور، هذا ما ياخذ حتى شيء. وقت اللي يوصل يفوت 6 شهور كان فات ال 50 ولا ياخذ التقاعد نتاعو، وكان ما فاتش ال 50 كان ما وصلش ال 50 يبقى يبوانتي حتى باش ياخذ التقاعد نتاعو. كان الخدام مشى للخدمه، مشى يدبر خدمه اخرى وديكلار عيب، تبيع باش يخسر حقوقه كامله. وهذوما كيف زاد مش ياخذوا مستحقات، احنا المستحقات نتاعهم هو اكثر من القانون بعض الشيء، وزاد يفهموا زاد الناس كل تفهم اللي هو موش احنا في الوضع الطبيعي. هذا بالنسبه للمتقاعدين، والقائمه نتاعهم مش يتم في جلسات قادمه، بالطبيعه النقاش حول ربما الاقدميه نتاعهم، ربما يصيرش استفراد نتاع بعض الحالات منهم الانسانيه ما عندهمش مده كافيه تمكنهم من التقاعد، فهمتي؟ هذه بالنسبه للمتقاعدين. ثم الجانب الاخر هو الخدام المصرحين، المصرحين سابقا اللي هما خدموا في جالبوس وعملهم اتفاق الاتحاد، ولكن من بعد صارت فيها خوضة برشا، فهمتي، وفما دخل فيها برشا اطراف، فهمتي، هكا الاتفاق ينص على انه العمال يتمتعوا باجره، يعني اجره شهر على كل عام اقدميه مع 6 شهريات اضافيين وبلافون، يعني سقف نتاع 3 شهريه. هذم القائمه هذم صعب بالنسبه لنا احنا، الخدام هذم تمتعوا سابقا في الفتره السابقه، يعني حاطين القائمه نتاعهم في الفتره السابقه باش خذوا المنحه نتاع الاجتماعيه كيما بقيه الخدام، يعني صارت الاحاطة الاجتماعيه نتاعهم اللي هي نعرف اللي هي مش كافيه، فهمت معناها، هي تصبير الخدامه ما حد شيء اللي نجم يعوض الخساره نتاع وقت الشغل. ولكن الخدام هذم الاتفاق اللي تم في شأنهم سابقا مش تم تنفيذ بحذافره، هذم يبدو الاعداد نتاعهم تقريبا 425 خدام، هذم مش ياخذوا اجرة شهر على كل سنة اقدمية مع بلافون مع 6 شهريات مع بلافون 3 شهرية،
وهذم بتبيع كي ياخذوا مسحقات تاعهم يصبحوا معناها ما عادش فما علاقه شغليه نتاعهم، ما عادش فما علاقه شغليه مش كيما الاخرين اللي قبل مش يتم قبولهم، فهمتي؟ دونك ما يحق لهمش ياخذوا الهبوط نتاعهم، دونك مش يخرجوا لغاد العمل نتاعهم، وهم مصحين هذا عمل مطالب ومصحين عليهم. فيما يخص البقيه نتاع الخدامه اللي زادي زي الخلف التقاعات والخلف الجماعه هذم اللي تم تصريح في جوا وما خذوش مسحقات تاعهم، دوزيام ترونش تازيام ترونش، الخدامه هذم مالوريزمون كما نقول لكم انا ما ثم حتى شيء يعوض فقدان الموت الشغل الهبوط ولا تصريح ولا حتى شيء، واحنا في الاتحاد ما شجعوش لهذا حتى كعود مال الدنيا، لانه يعني هو التجارب اثبتت انهم الزفرنك يتم صرفهم في حاجات اخرى ما عندهاش حتى معنى، وبعد تبقى العائله تعاني وتبقى واحد الكل. الخدامه هذم نتناقشوا احنا تو طرحنا احنا على الخيان فهمتي للمشيشرو والا في الوزاره الجماعيه، طرحنا على انه يتم تمكينهم اجره شهر على كل سنه اقدميه سون بلافون بدون سقف مع اضافه 6 شهريات، ولكن يبدو هما يحسبوا فيها قداش تجي فلوس، فهمتي قداش تجي فلوس، لان هي عمليه زاد هي نحكوا عن العمليه من هذه كلهم ماهيش بيع معناها عندها جانب مالي يعني نحكوا توا لحد الان في الجوانب الماليه. يبدو انهم هما ربما الصيغه هذه مش عاجبتهم، قد يكونوا يطرحوا زاد مش ناس كل تاخذ 6 شهريات، يحبوا ينقصوا شوي ربما بالاقدميه الناس تاخذ اللي عندهم مثلا نقولوا احنا نقول نمبورت كوا انا ربما يقولوا هما انهم من عندهم اقدميه تفوت الخمس سنين عندهم الحق نعطوهم 6 شهريات وخلينا نعطوهم 4 شهريات، يعني بحيث يعني وحتى الصيغه هذه نقول انا الصيغه هذه ماهيش موجوده في مجال الشغل في الوضعيه هذه، لانه نحن المعمل في اطار احاله للغير يعني عن طريق البيع وفيها عده عقل، وزاد الجانب نتاع الخدامه هو دائما في التشريع فهمتي معناها عندهم الاولويه العمال الجانب الاجتماعي فهمتي عندهم الجانب هذا هم العمال هم الاولى. سي باشيلي نعود الى الوراء، فازمه مجمع جيل جروب ظهرت بودرها منذ شهر ابريل 2011 اثر الانفلات الكبير الذي عرفته الساحه بعد الثوره من خلال فرض طلبات منشئ، فلماذا لم تحاول الجهات النقابيه المعنيه تأطير العمل في تلك الفتره، خاصه وان هناك من يعتبر انه لو تم ذلك لما وصلنا لهذه الوضعيه الحاليه. نرجع للتاريخ احنا في المعامل تاع مجمع جيل جروب عملنا محاولات في 2010 لتاسيس نقابه ولكن متعرفوا النقابه احنا مش نفرضوها على الخدام، لازم الخدام يكون هما معناها هم القادرين باش يحموا النقابه نتاعهم وهم زاد راغبين في النقابه نتاعهم، والاداره كانت معناها رافضه وبالعكس طردت خدام لمجرد كانت المناطق هذه ما يدخلها حد وكانت محميه بالقوانين دابور اول حاجه في المخص الزون فرانش، ثم الفصل 23 يقول انه العمل يعتبر وقتي في المناطق الحره، وبالطبيعه تقول كان وقتي ينجم يطردك النقابه في اي وقت وينجم يطرد الخدام كله وكان عنده حمايه. ثاني حاجه نحكي انا على قانون الاستثمار في تونس، قانون الاستثمار ينص على انه معناها مش القاضي الطائي مش ينص فقط، اما موجود قانون الاستثمار موجود لتوفير الشغل معناها بدون قيمه بغير المصانع هذه الموجوده تقدم قيمه مضافه للاقتصاد التونسي، مجرد الخدامه يخدم وكهو، لا ثم كنترول على الكونتابيليتي تاع الشركه هذم، لا ثم جبايه يقدموا فيها للدوله، ولا ثم ايضا حمايه لانه تغافلت زاد الدوله في القوانين هذم، المفروض تعمل حمايه يعني صورت مثلا نقولوا احنا نتاع التزام من طرف العرفات هذم يخلوا جرم الفلوس حتى يعني وقت اللي تصير تسريح واللي يصير في وضعيه كيف هذو كلهم مش الدوله هي تولي تحل محل لضمان الشغل ثاني حاجه انه الاتحاد بصفه عامه للتذكير انه الاتحاد العام منذ سنوات يناضل على انه انشاء معناها صندوق للتامين على الشغل، مش صندوق بطاله كما في اوروبا، اما صندوق التامين على الشغل اللي فاقد الشغل يتم تمويله بالطريقه الثلاثيه، يعني الخدام يمول من جانب والمصنع نتاعو المشغل نتاعو يمول والدوله تمول باش على الاقل تتم اللحات الاجتماعيه بالناس فاقدين الشغل. هذم حاجه. الحاجه الاخرى انه احنا في الاتحاد ما نجمنا ندخل المصارع هذم، كان بعد الثوره يعني في مارس 2000
و11 تم تأسيس نقابات أساسية، ونقابات أساسية هذوما كلهم كان عندها يعني تعرف مصانع كبيرة، وهم بيدهم الاستثمار هذا في تحوم حوله العديد من الشبهات، فهمتي؟ لأنه هو وقت تأسس النقابات تفرضت على الإدارات هذه بالقوة، لأنه هما وقت يولي عنده زاريد وترفاي، هو عنده ساعات إيقافات زاد هو الخدمة من طرف الخدام واحتياجات، لأنه الخدام ما فيهمش حقوق، لأنه هذه الصناعة زاد صناعات ملوثة في دول أخرى ما قبلوهاش، قبلناها احنا في تونس. ووقت الخدام هو اللي يطالبوا ببعض الحقوق نتاعهم، ولوا مجبورين هما أن يقبلوا طرف يقولوا طرف نقابي باش يحط لهم الخدام. شنو الحاجة الأخرى هو أنه احنا النقابين هذوما كلهم أطرناهم ما فيه الكفاية باش نجم يشد الخدام، ولكن كان ثم صعوبات متمثلة خاصة في السن أو الحاجة الساعة الحقوق اللي مش موجودة في المصارع هذوما كلهم، والاتفاقية متاع الجلود اللي هي اتفاقية ما فيهش كل الحقوق، تحكي محسوبا على صناعة متاع جلد بسيطة متاع، فهمتي؟ ما هيش صناعة متطورة كما تو فيها مواد كيموية وفيها فهمتي ريسك متاع برودوي شيميك، وفيها صناعة معناها بيتم معنى الكلمة، وفيها أخطار معناها مربوطة بالتداول متاع المواد الكيموية هذه والأخطار الموجودة متاع الصناعة هذه. والحاجة الأخرى هو أنه السن نتاع العمال هذوما صغار، والأجور الضعيفة اللي هي ما تكفي حتى شيء في الصناعة هذه. على كل أول حاجة الساعة المشاكل اللي صارت في المعمل هذه بشهادة المشغل الطلياني صاحب المصنع، وقالها هذه قدام وزير الشؤون الاجتماعية، قال أنه الخدام نتاعي عصوا على المعمل، الخدام نتاعي ضحوا ياسر على الشركة، خدموا سوايع زايدة بدون مقابل باش يحافظوا على المؤسسة هذوما، لأنه هما في كل مرة العدد الكبير يفرضوا عليهم باش ينقصوا خدامة، ولو احنا في الاتحاد والنقابات وما زلت في بدايتها نطلبوا منها ما احنا باش ما نخصوش مواطن الشغل، نقولوا كي تنقصوا سوايع عمل ما يسالش، المفيد الناس ما يخرجش يقسموا كطرف سوايع العمل في عوض يخدموا 40 ساعة ولا مثلا 32 ساعة باش ما يطردش خدامة، باش الخدام هو يوصلوا يخدموا ويعيشوا عائلاتهم. الحاجة الأخرى ما كانش عندهم حتى طلب مادي للعمال. الحاجه الوحيده اللي كان عندهم طلب وما وقفنا عليها العمل ولا حبسنا عليها ولا ضيعنا فيها ساعات عمل هي انه المراجعه تاع الاتفاقيه، والاتفاقيه هذه ما تراجعش على مستوى الشركه، تراجع على مستوى الاتحاد العام وعلى مستوى ما بين الحكومه لمراجعه الاتفاقيه حتى تنص على الحقوق، وخاصه من نحكي انا على الصحه والسلامه المهنيه. والخدامه لا طلبوا زياده في الاجور، هو طليان يعني المشغل تاع طليان هذا قاله قدام وزير الشؤون الاجتماعيه، ولكن ومعناها ولكن شو اللي صار هو نظرا لانه الحجم تاع المؤسسات كبيره، ثم الاطراف السياسيه واطراف متعدده زاده مش من طرف واحد بركه تحب تستغل الموضوع، ثم الاطراف بتبيع الدوله لان هي بالنسبه لي هي معناها حاجه كبيره ياسر وما عندهاش حلول، حابه تلصقها بالاتحاد، قال شو الاتحاد راه هو اللي يوقفوا الخدمه راه طالبوا بالفلوس وكذا كذا ومساك الخدام ما طلبوش، وفي الحاله هذه تولي الحكومه معناها تظلم في المواطنين نتاعها. ما يكفيش انه الطليان هرب طليان ومعناها واغلق فوش وسبب مآسي كبيره ياسر العائلات هذوما كلهم، تكمل زيد الدوله نتاعهم تقول لهم راكم انتم هم اللي عملتوا باش تهرب المشكله. اذا انت باش نستخلص من كلامك انه هناك فراغ تشريع كبير على مستوى العمل في المناطق الحره هذه، هل حاول الاتحاد سد هذا الفراغ من خلال الضغط على الحكومه؟ لان تو كما قلت انت الحكومه كادت ان تتخلى عن ابنائها. من وافقك ثم فراغ كبير ياسر، الفراغ هذا قبل كنا نعمل احنا وتعرفوا الناس كلهم في الجهه هنا انه كل المسيرات تخرج في معناها الخرجه تندد بالنظام بن علي يخرج من دار الاتحاد، والدار هذه كانت حاضنه للناس كلهم باطيافهم الكل معناها هذا، لكن وقتها كان الامل نتاع النقابيين انه الثوره هذه تجيب الكرامه وتجيب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، نقولوا انا احنا توا العمال ضمان الشغل فهمتي الحق النقابي فهمتي، واحنا من جمله الحاجات اللي جابتها الثوره يعني بعد الثوره باش على الاقل احنا برونتي الثوره اللي هي الثوره من اجل الكرامه ومن اجل العداله الاجتماعيه. الاتحاد في 14 جان في 2012 أمضى على مع الأطراف بتبيع الاتحاد الصناعة والتجارة والحكومة أمضى على العقد الاجتماعي اللي هو ينص فيه على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن متعرف الظرف تمر به تونس توا الظرف استثنائي ما تمش تفعيله، ونعم وإحنا حتى اللحظة هذه مازال ما زلت ما تمش فهمتي معناها الم
مصادقة بصفة نهائية من طرف الأخوين في المجلس التأسيسي على الدستور، نأمل أن الدستور يكون فيه تنصيص فيه على الحقوق النقبية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ومازلنا متشبثين به لأن نحن نعتبر أن الثورة ماجيش الثورة باش ناس فهمتي، جات الثورة للحريات وجات زاد الكرامة والعدالة الاجتماعية، والخدام هو المفروض فهمتي، والخدام والمواطن هو المفروض هو السونتر بتاع الحقوق هذه كل محور هذه الثلاثة. سي بشير تحولوا إلى مدينة مزبورقيبة حاليا، يبدو أن الوضع النقابي الاجتماعي في مزبورقيبة على باب أزمة جديدة، وهذا ما لاحظناه اثر الندوه الصحفيه التي عقدها الاتحاد الجهوي بنزرة يوم 23 ديسمبر 2013، حيث ان اغلبيه المؤسسات الكبرى كالفولاذ، ستيب، سي ام ار، ابي اس الكترونيك، وكذلك المستشفى الجهوي مزبورقيبة تمر بظروف ماليه صعبه جدا، وهو ما سيؤثر على المناخ العام بالمدينه، فكيف سيتعامل الاتحاد الجهوي للشغل بنزرة مع كل هذه الوضعيات الشائكه؟ اولا نقطه بنقطه، بالنسبه لنا احنا في الاتحاد المبادره اللي يعمل المبادره والخريطه الطريق اللي تبناها الرباعي، مشيت بالتاريخ فهمتي انه الاتحاد عم يدوس شغل كما قام بدوره في فتره في الاسئله لا مش باش مش تعمقوا فيها، اما يثبت تاريخ الدور الكبير ياسر اللي قوم به الاتحاد تو من اجل انقاذ البلاد. الحاجه الاخرى انه المبادره نتاع الاتحاد احنا كنقابين مقنعتنا جدا، لان هي احنا نراو انه كان يتواصل الامر على ما عليه توا في الازمه السياسيه تمر به البلاد، الخدام هو مش يخلص والمواطن هو مش يخلص، ونشوف فيه في قفته وشوف فيه في تسريحة الخدام. ثاني حاجه بالنسبه لمزبورقيبة نبدا بالمستشفى، لان يعني انا ود المستشفى ساعه، المستشفى هو انه من المفارقات انه اول زياره فجائيه تم من زيارات بن علي تمت 88 تمت المستشفى الجهوي الجامعي المزبورقيبة، وصار ديغراداسيون تاع المستشفى، يعني المفارقه الجامعي بالضبط من جامعي الى جهوي. والمستشفى تاع مزبورقيبة بالنسبه لما يعرفش هو انه احنا في تونس مستشفى لولاري اكبر اقدم مستشفى هو عز عثمان، ولكن اللي بعده نحكي انا شر نيكول تم تاسيسه 1895، ومستشفى مزبورقيبة تم تاسيسه 1906، يعني مستشفى تو عمره 107 سنين 108 سنين عمره 108 سنين تو المستشفى. المفروض في 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 التاريخ كل مؤسسات تتطور مش تتوخر، وكان مستشفى تاع مزبورقيبة في بعض اختصاصات تاعو كان معناها اختصاص نتاعو معناها الناس تجي من الولايات الاخرى، مش كان ولايه بنزرة، تجي من جهات اخرى، لانه اختصاصات تاع الجراحه جراحه الصدر، وكان فيه معناها الطب المتطور، وكان هو معناها المستشفى الاول في الجهه، وكان مستشفى جامعي المفروض يعني ياخذ حظه. الحاجه الثانيه انه النقص في معناها مستشفى مزبورقيبة مش الدواء فيه كان ولايه مزبورقيبة فقط، لان الدواء فيه ولايه كامله، وتأمه 550 ألف ساكن معناها بالتوازي توا مع مستشفى بوغاتفا بنزرت. لكن المستشفى تاع مزبورقيبة بعد الثورة زاد الخدمات نتاعو ولت عنده نقص في الأطباء الاختصاص، وفما اختصاصات ما عادش موجودة جملة بالكل، والخدمات نتاعو ولت في أقسام التوليد وفي أقسام نتاع العناية المركزة وفي أقسام نتاع الامراض الصدريه وفي اقسام نتاع الاشعه والجراحه، ولت عندنا نقص كبير ياسر، وفي طب الاطفال عندنا نقص جراحه، عندنا نقص في نتاع الاطباء، ولينا زاد جينا المريض من جهات الرياف تاع سجدان وجميل ونزيد نحولوه لتونس، يعني الخدمه الطبيه ولت بعدت على المواطن. وفي اطار العداله ما بين الخدمات الطبيه احنا نقولوا انه المواطن هذا عنده كرني نتاع الدواء، عنده نتاع كنعام كما هو كما في صفاقس كما في توصل العاصمه كذا كذا، من حقه باش يلقى طبيب قدامه يلقى زاد كفاءات طبيه كما هو كما غيره. ونأملوا ان احنا الاهالي نتاع مزبورقيبة واهالي الجهه تكون معناها مع الخيام في الاتحاد ومع المجتمع المدني ودعم وجهد لهم انه الناس كل تتضامن والناس كل فهمتي تتمسك بالمطالبه بتحصيل خدمات في المستشفى هذا.
وبتحويله لمستشفى جامعي حتى زاد نوفروا زاد العلاج والاستشفاء لاهالينا في الجهه لهنا متطوره كما للعموم جهه الخلايا القلب. فيما يخص مؤسسات العموميه كما ستيب وكما شركه فولاذ، للاسف الشديد المؤسسات هذوما كلهم كانوا قاب قوسين او مش تم التفويت نتاعهم عبر افلاسهم وعبر خلق ازمه ماليه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشركات هذوما كلهم، وربما كانت مش تم التفويت فيهم للغير لانه هما في وقت ما تناسوهم جمله باش ينجموا يشجعوا القطاع الخاص، فهمتي، وارهقوهم بالديون كما الفولاذ لانه الدوله هي اللي شريت الحديد والدوله هي اللي حملت الديون هذه لشركه الفولاذ، والدوله هي اللي تعطلت باش ما يصيرش تعصير نتاع المصنع هذا، وهي اللي خلاته للحاله هذه. واليوم الفولاذ موجود في 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 وضعيه صعبه برشا، فهمتي، ومعناها من المفارقات انه تقريبا الفولاذ هو المحتكر بتاع صناعه الحديد في تونس، ويزمو زاد هبه كبيره ياسر، ويزمو زاد برنامج لاعاده تاهيله، فهمتي، في اقرب وقت، لانه هو تقريبا لولا الكفاءات الموجوده فيه يعني الفولاذ بقى، فهمتي، كانه ديروين يعني، فهمتي، معناها يشبه الى حد كبير المصانع في الخيال نتاع ايميل زولا ولا نتاع جيرمينال. بالنسبه لستيب، شركه تاع ستيب نفس الشيء، عندها صعوبات، وتم تاسيس شركه جديده في مساكر، ومنذ تم تحويلها غادي ولت اهمال تاع الشركه هذه، والمقر نتاعها محسوب اي للسقوط ويصلحوا فيه، لكن مش هكا المطلوب، لانه هو زاد في الانتاج، تم مشكله في الانتاج، وثم زاد الدوله ما استثمرتش فيه، فهمتي، واقف العود يشغل طولت، معناها الطاقه التشغيليه نتاعها ولت محدوده. والصناعة هذه نتاع المطاطية وصناعة العجلات هي صناعة معناها مثبت هذا لدى المعهد الصحة السليمانية، اللي هي صناعة معناها فهمتي خطيرة ياسر، وفهمتي من الأمراض معناها صارت للتأكيد أن هي ممكن معناها متسبب فيها هي مرض السرطان خاصة، وفهمتي ثم حالات معناها مسجلة، فهمتي، معناها من العمال، فهمتي، معناها ويزم يصير فهمتي التهيئة نتاع البنايات والتهيئة نتاع مواقع العمل ومواقع الانتاج حتى تواكب، فهمتي، والعمال نتاعهم مستعدين، هو على كل هو عمالهم ونقاباتهم مستعدين باش ينتجوا، ما عندوش مشكلة نتاع إيقاف تاع خدمة ولا غيره. نفس الشيء بالنسبة للفولاذ. فيما يخص المصانع نتاع نحكي أنا بن سليمان، المصانع نتاع بن سليمان تقريبا الخدامة عندهم تقريبا يمكن عام ياخذوا في الأجور نتاعهم بدون إنتاج. واستقبلنا احنا، عيطنا له، حكينا معاه شو اسمه سي بن سليمان، سي عاطف بن سليمان، عيطنا له في دار الاتحاد، تشكى قال عندي صعوبات، عندي مواد اوليه محصوره في الديوانه، ودخلنا له احنا من الاطراف تاع السلطه، دخلنا له مع الحكومه الحاليه على انه اساس انه يتم تسريح السلع هكا باش نجم ينتجوا، ولكن الى حد الان فهمتي ما هو ما سواش وضعيته، لانه ما تعرف زاد بالنسبه لنا احنا فهمتي معناها رجال الاعمال خاصه الناس المستعدين باش يهزوا وذن القفه مع في الظرف الصعيب هذا نتاع البلاد، معناها وتعرفوا الدور اللي يقوم به الاتكاء، معناها الدور الرائد ياسر في المرحله هذه، معناها يعتبر من الرباعي، ولكن زاد مش زاد على حساب الخدامه ولا حساب الحقوق تاع الخدامه، لانه الخدامه تاخذ في الاجور تحت بسيدي وسيدك، يعني شهر ياخذوا وشهر زاد يحتجوا باش ياخذوا كله، وزاد والنوايا نتاع العرف مش واضحه، معناها في العاده يخرج سلعته وحده ما يبقاش معناها في الظرف هذا، وثم زاد ريسك انه هو زاد المعمل يمكن يحبس، فهمتي، وهو زاد يهدد بهذا، يقول كان اخويا كان مش لاقوا شكون يعاوني في الدوله كيف كيف، معناها شوف الوضعيه، واللي يشغلوا زاد كيف كيف زاد يشغل زاد نسبه كبيره ياسر بين السكان من عمال من مزبرقيبه ومن ماطر، فهمتي، ولكن عنده صعوبات في الخلاص تاعهم، وصعوبات حد البارع يعني حد البارع العمال ما هم محتاجين لانهم الشهاده تاعهم مش مضمونه. سي باشين ناخذ من الشان المحلي نجيب ندخل الان للشان الوطني. الاتحاد حقق نجاح كبير بمعيه بقيه منظمات الوطنيه الاخرى راعي الحوار الوطني، حيث تخطى اكبر ازمه سياسيه تعرفها البلاد من خلال توافق على تعيين رئيس حكومه جديد وهو السي مهدي الجمعه. فهل سيعمل الاتحاد على هدنه اجتماعيه لمساعده الحكومه على النجاح؟ أول حاجة الاتحاد قام بالمبادرة هذه من باب وطنيته، ومش غريب الاتحاد، لأنه الاتحاد كل ما
كل ما تونس تعود في وضع فهمتي تتطلب انه الاتحاد يكون موجود. الاتحاد ما معناها بناه حشات اللي هو ما حشاد بناء حشاد اللي هو الشعار نتاعه يقول احبك يا شعب، ما يقولش احبك يا خدام ولا يحبك فهمتي يا مزارع، ولا يقول احبك يا شعب. والدور اللي قام به الاتحاد في الحركه الوطنيه الدور نتاعه هكا هو اللي اعطى الحجم الكبير نتاع المنظمه هذه، وهكا هو الرابط ما بين النقابيين والرابط ما بين المنظمين نتاع الاتحاد عبد الشغل. كل ما البلاد تكون في حاجه للاتحاد، الاتحاد يكون موجود في هيك وما عندوش مزيه، ما عندناش مزيه. الحاجه الاخرى انه الاتحاد نجح انه يجمع المنظمات الكبرى. المنظمات هذه كلها يقين انه تونس تسحق اليوم للتوافق، وتسحق ايضا يتخلق مناخ بعيد عن التجربه السياسيه، خاصه بعد حدوث الاغتيالات السياسيه في تونس وهي اللي هي السابقه اختيره، وبعد تردي نتاع الوضع الاقتصادي والامني والاجتماعي بما فيه والتجاذبات الكبيره ياسر، وبعد زاد الموجه نتاع الارهاب اللي اصبحت موجوده في تونس، ونعتبروا انا سنه 2013 هي سنه الارهاب وسنه الاغتيالات السياسيه. بعد ما وصلنا للمرحله هذه الاتحاد ومنظمه هضم تبنوا الخريطه هذه على اساس انه الاعداد للمرحله القادمه انقاذ الساعه للثوره التونسيه لتحقيق باش تنجم تحقق اهدافها، وانقاذ تونس من التجربات اللي حولها. نقول انه بعد ما الاطراف السياسيه وخاصه في الحكومه وصلوا تفهموا الوضعيه هذه كلهم، وتم التوافق على الشخصيه الوطنيه لرئاسه الحكومه في المرحله القادمه باش ينجم يراجع ما يمكن مراجعته ويبعد تونس من الخطر، فهمتي؟ الاتحاد مش يكون موجود. ثم ناس شيء طبيعي ما دام الاتحاد راعي في الحوار باش يساعد رئيس الحكومه القادم، لكن بدون التفريط في بشروط. يعني ما نجمش الاتحاد ماهوش منيش يكون طرف في الحكومه، حتى كي تعرض عليه يقولوا شارك في الحكومه ما نجمش، لانه مش هو فوض نفسه، لكن زاد مربوط زاد بالخطوات اللي مش يكون يعملها رئيس الحكومه الجديد حول الحمايه نتاع المخطر الشرائي نتاع المواطنين، وحاول زاد فهمتي باش يكون زاد الخدام ما يكونش بعيد على معناها يزيد يخلص الثمن نتاع التردي نتاع الوضع الاقتصادي اللي تمر به تونس. اما ما تصورش ان الاتحاد يكون هو الوحيد اللي يخلص، لانه احنا حتى لاحظنا حتى في الميزانيه الحاليه دائما وابدا الاجراء هم اللي يخلصوا في الميزانيه تاع الجبال. انت سبقتني تو في الجواب، كنت نقول لك الاتحاد نجح سياسي من خلال فرض خريطة التاريخ، ولكن فشل اجتماعي، وذلك من خلال قبوله في تجميد الزياده في الاجور طيله هذه السنه 2014. الوضع القدره الشرائيه للمواطن المتدهوره نتيجه ارتفاع الاسعار. اثنين، المسابقه على قانون الماليه الجديد الذي يعتبر كارثي، لانه زاد في حده يعني المواطن هو اللي باش يتحمل نتيجه تبعات الازمه الاقتصاديه والسياسيه في البلاد. اول حاجه الاتحاد مش هو اللي سارق، لانه مش طرف في الحكومه ومش طرف في المجلس التاسيسي. اما النقابيين والاتحاد كلهم، النقابيين وكل الاتحاد بصفه عامه، نقد الميزانيه هذه نعتبرها ميزانيه نتاع تفقير نتاع تجويع للشعب التونسي، ونعتبرها انهم هم هي مواصله لنفس الميزانيات القديمه فهمتي، معناها فيها اتوات وفيها وعد. كل تذكر بالبيات وتذكر بالنظام نتاع الدوله العثمانيه في تونس. والميزانية مازالت مبنية على الجبال المباشرة اللي خلصوها العموم تاع الأجراء، يعني نفس اللي كان يخلص قبل في الميزانية اللي يصب في الفلوس تاع الوعد الكل هم الأجراء والناس الديكلاري، يعني نفس اللي عندهم يعني يعرفوا لهم أجورهم من عمال والاقتصاد المنظم هم نفسهم، واللي كان مانع في الجباية من قبل مازال توا ما هيك هي نفسه، هيك نفس السياسة. والاتحاد يعتبر أنه الميزانية ولا على الأقل فهمتي النقابيين يعتبروا كان مش موقف الاتحاد كله، يعتبر أنه الميزانية هذه هي ميزانية مش تزيد تكمل تجوع الشعب التونسي وتزيد تفقر الشعب التونسي وتزيد الفقر أكثر ما يمكن.
سي بشير سؤال أخير، تعرض الاتحاد لهجمة شرسة من طرف بعض أطراف التي لم تستوعب بعد أن الاتحاد هو المحرك للحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد، وهناك من ذهب حتى للتشكيك في دوره أثناء الثورة، فما هو ردك على هؤلاء؟ أول حاجة دار الاتحاد دوما كان الاتحاد عبد الشغل بصفة عامة كان ولات وكان معناها دار للتونسيين الكل مشتوى، هذا من قبل من منذ تأسيس الاتحاد، المنظمة تاع الاتحاد هي دار تجمع الناس الكل، وكانت ملاذ متاع الناس المقموعين، وكانت فهمتي بما فيها الترويكا الموجود توا او غيرهم فهمتي، كانت الناس كلها تحمي روسها بدار الاتحاد، ومش مزية الاتحاد هو قدره انه هو يدافع على الحريات، موجود في دستور الاتحاد انه الاتحاد يجب يدافع على الحريات ويدافع على على الحريه والاستقلال تاع الشعوب وحق التقرير المصير والحريات العامه والفرديه وكل هذا دور الاتحاد، ما عنده حتى مزيه. الحاجه الثانيه انه الاتحاد دائما وابدا هو مستقل على السلطه الموجوده، حتى كتعرض على الاتحاد يشارك في الحكومات السابقه الاولى ولا الثانيه ولا حتى من قبل، الاتحاد والنقابين يرفضوا لانه هو يحب يكونوا منأى على الجانب هذا. الاتحاد شيء طبيعي كي يحكي واحد على المسائل الاجتماعيه ويحكي على الحقوق ويحكي على الحريات ويحكي على تحسين المقدرة الشرائية، هضم المواضيع هضم كلهم في قلب السياسة، لأنه هو نمارسوا السياسة لكن مش محترفين السياسة، لأنه هو كي تحكي على حقوقك أنت طبعا مش تلقى روحك تحكي في السياسة. ودائما وأبدا الاتحاد المعركة نتاعه هي في استقلاليته وفي الحرية نتاع العمل النقابي، ثم شكون في كل مراحل اللي مرت به تونس في كل مراحل ثم شكون ما يرقلوش أن الاتحاد يكون مستقل. وفي الحكومات من عهد بورقيبة، من عهد المرحوم عاشور، الحبيب عاشور، كان ثم أكل الاحتكاك دائما مع السلطة حول أنه السلطة الحاكمة ماذا بها الاتحادي واللي تبعها هي باش يجي صادق على كل شيء ويسلم في الحقوق القدام. الشأن هذا وقت بورقيبة ونفس الشيء بالنسبة للشأن في بعض الأحيان السلطة تنجح لأنه هو ثم تجاذبات كبيرة ياسر، وكان ثم شعب مهنية، وكان ثم تشوه الحركة النقابي وتشره العمل النقابي، وكانت الناس بستهف العمل النقابي، وعنا نقابين احنا تقضى عليهم، وعنا نقابين شهداء، وعنا نقابين فهمتي معناها تمت فهمتي السجن نتاعهم وشكون مات تحت التعذيب، وعنا هذا تاريخ الاتحاد. ونفس الشيء بالنسبه للحكومه الحاليه، شيء طبيعي وقت الاتحاد ياخذ موقف باش تكون ما يروقلهاش تولي تهرس في الاتحاد. الناس هذم اليوم بعد العمر هذا تاع الاتحاد، اللي يقرا تاريخ تاع الاتحاد يعرف الاتحاد حد ينجم يسيطر عليه، لا حزب في السلطه ولا غيره ينجم يسيطر عليه لحد الاتحاد، لانه الاتحاد القدر نتاعو انه يكون اتحاد مستقل، والقدر نتاعو انه هو يدافع على الخدامه. في بعض الاحيان فهمتي، بعض الاحيان نعطيك انا مفارقه انه ثبتوا فيه مليح، تلقوا كل من الناس تهاجم في الاتحاد وهم كانوا اجراء، تلقاه ما عندوش بيتان دي بيك يا عمد الناس، وما عموش خلص في جيبيه الناس كلهم، شوف فيهم الوجوه الكل، شوف فيهم يهاجموا الاتحاد قبل ولا قديم، تلقاه ماهوش من صف العمال مش صف الاجراء، تلقاه يخدم روما يمارس في نشاط اخر موازي، مش منظم، مش يخلص في الجيبيه، مش كذا كذا، لكن ماهوش خدام. الخدامه عاده فهمتي المنظم الخدامه ما نجمش يكون ضد الاتحاد، لانه يعني هو كتحال من الاتحاد. احنا كنقولوا راهو بين قوسين، كنقولوا الاتحاد راهو اكبر قوه في البلاد نقصد به قوه الخير، هاو نجموا خيان صحفيين ولا اي حد اللي نجم وما عنده شك في ذلك نجم يتوقف يجيب حذايا نهار قدام الاتحاد ويشوفوا محاضر جلسات اللي فيه المكاسب المتعدده من ناحيه ماليه ولا من ناحيه الصحه السلمانيه ومن ناحيه التشريعات اللي تجيب الخير للخدامه، هذا نقصد به الخير، مش قوه نتاع يعني نتاع اركيل ولا نتاع فهمتي فرسنا ولا صحه ولا صحه بدان ولا كذا كذا، نقصد به هي قوه الخير لتونس والخدامه التونس. قوه الدفع الايجابي. هذا هو فهمتي. سي بشير اليوم 3 جانفي 2014 تمر 30 سنه على ذكرى انتفاضه 3 جانفي 1984. فهل من كلمة حتى لا تتكرر هذه المأساة؟ وتعرف أنت شهر جانفي ديما عنده حساسية المواطن التونسي الحياة السياسية. شهر سكون بين قوسين يعني المعركة هي نفسها، المعركة في نفسها الشعب التونسي من الإبداعات الشعب التونسي، ولربما فهمتي من
من المواقف لازم تحتاط منها كل السياسيين يحكموا في تونس، وأن الشعب التونسي يصبر على الجلادين نتاعو ويعدي. لكن الشعب التونسي وقت اللي يقول لا ويقول ديجاج، يقول لأي حاكم ما يحشوش من بورقيبة الله يرحمه في الفترة هيك، وما لأنه هو وقت تمس في قوته ثار من جنوب للشمال، ولكن زاد ثم فيها درس زاد أنه بورقيبة فك الفترة هيك وقت اللي انتبه فهمتي أنه الشعب التونسي رفض زيادة على الخبز قال نرجع بعد الزيادات مفرقات معناها من نجم نقول انا من لانه يمتلك حنكة سياسية، لانه حنكة سياسية، لانه بورقيبة ربما بورقيبة في النفسية نتاعو يعتقد انه أب الشعب وفهمتي تونس نتاعو، ويمكن زاد على هيك بورقيبة مستقبل حتى دور خاطر ما يش واحد يسرق داره. هذه بالنسبة نحكي للعب. لكن الدرس الكبير ياسر انه بالنسبة للشعب التونسي المعركة هي ديما نفسها فهمتي، من أجل خبزه، من أجل حريته، من أجل كرامته، يسكت ولكن كي ينتفض فهمتي ينتفض ضد الحاكم وما يحكرهاش. وعملها ما بن علي كانت الناس تعتقد أنه الشعب التونسي ما يتحركش فهمتي، وعملها ما بن علي ويعملها مع أي حد آخر فهمتي في السلطة. والثورة هذه ثورة 14 جانفي جابت الحرية للشعب التونسي وجابته حتى هديته هدية كبيرة ياسر خاصة للسياسيين. نأمل أنه على الأقل بعد اللي صار توا ما يصيرش تضييق على الحريات، ما فيها الحريات اللي نحكي الحريات العامة، لأن هي نحكي على الحريات العامة لأنه كنت ثم تقول ثم حرية عامة ولا ثم حرية نقابية، حريات بمفهومها الشامل، بمفهومها الشامل فهمتي، لأنه هو الحريات النقابية هي جزء من الحريات العامة. ونأمل إن شاء الله ما يفرطوش فيها الفرصة اللي عطاها الشعب التونسي للسياسيين للطبقة السياسية بصفة عامة، ما يفرطوش فيها. ونأمل إن شاء الله الدستور يكون يرتقي للتضحيات اللي قدمها شهداء متاع تونس واللي قدموها منذ العهد الاستقلال حتى لتوا، ويكون في مستوى وعلى الأقل نجحوا تونس وبعدهم التجاذبات، ولأن تونس تجمع الناس كل، مش ممكن يكون بالإقصاء تكون تونس نتاع حزب واحد ولا نتاع جهة وحدها، لأنه احنا شعب فهمتي معناها متسامح وشعب قريب ياسر لبعضه، وما أنا ما نجح مع بعضنا. مرة أخرى سي بشير شكرا على قبولك من الدعوة. إلى هنا نصل إلى نهاية البرنامج، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيد أخرى. ربي يبارك فيك، وتحيتي للمستمعين المستمعين نتاع إذاعة صوت، وكذلك للأخوين رجال الإعلام موجودين في جهة بنزرت وفي جهة تونس الكل، وإن شاء الله بالتوفيق فهمتي لأعمالكم وبارك الله فيكم. راديو صوت، من الصوت ومنكم الصدى.